الفكره برضه هي دي النقطه برضه ان انا بتسال، هو لو كان حد غير الكابتن امام عاشور كنت هتعمل ده كله؟ تمام، ما الرد برضه ما هو رد منطقي جدا، هو لو حد غير الكابتن امام عاشور كانت الضجه خدت الضجه دي كلها اتعملت، لو حد غير كابتن امام عاشور ما كانش فعلا دخل بالمنظر ده وما كانش اتعدى بالاعتداء ده، وممكن يكون اصلا انت تصرفك معاه ما كانش هيبقى كده، انت كنتش هتمنعه الدخول اصلا. فهي كلها، ولو كان هو جه بقى على طول، هو فين المسؤول هنا؟ اتفضل يا كابتن امام تحت امرك، تمام، انا حصل كذا 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 كذا، اتفضل يا فندم معايا مكتب الاداره تحت، تمام، نروح للكاميرات نراجع، لو ليك حق هنجيب. والله دايما اقول كده، انت عارف ان يعني لما الاقي اثنين بيجروا شكل بعض او اثنين بيتخانقوا او حتى يجي يجروا شكلي او كده، ما بردش عليهم اصلا واقول لهم انده الامن، لان انت هتتخانق وحد هيصورك لا انت تشهد الامن بالظبط على الواقع. يعني والله الناس بتبقى يعني احنا بتقول يا جاري شكلك يعني. وخاصة انت بقى الكابتن امام في الحتة ديت، يعني كله هيحب يجاملك يعني. الجلسة امتى؟ 15 صلح قبلها ان شاء الله. لحد دلوقتي احنا مستمر في اجراءاتنا القانونية. هو مين المحامي بتاعه تعرف؟ لا ما عنديش خلفية. انت بتقول ان هم جولك لغاية عندك بابا وكده عشان تمام يتصالحوا؟ تمام. وبعدين اكيد جالهم جايين يعرضوا التصالح ده قدام فلوس. حصل. وحطوا لك 50,000 جنيه وانت طلبت 1,000,000 جنيه. طيب حطوا 50,000 جنيه؟ قالوا لك هنديك 50,000 جنيه صح؟ قالوا ولا حطوا؟ لا قالوا او حطوا، يعني انت طلبت 1,000,000 جنيه. هي تفرق؟ مش هتفرق صح؟ لا ليه يفرق معايا انت طلبت كام؟ لا تفرق معايا انا طلبت كام؟ احنا كنا اصلا ساعتها قدمنا طلبنا تعويض مدني ب 5,000,000 جنيه في المحكمة. حلو. رسمي. مش هنقبل. تمام؟ مش هنقبل. تمام؟ 5,000,000. 1,000,000. 2,000,000. تمام؟ ايوه انت فين الرد؟ قلنا 1,000,000. قلنا 5,000,000. طلبت 1,000,000. قلنا 5,000,000 مش 1,000,000 كمان. قلت لما الراجل جالك البيت طلبت منه 5,000,000؟ لما جالنا قلنا 5,000,000. تمام؟ لما قلنا 5,000,000 ونزلنا هات 1,000,000. معنى ما كده كده اصلا انت بتتكلم، انت جاي بيتي بتقل مني. ليه؟ تمام؟ انت النهارده جاي تقول لي انا هديك 50 ولا 100. تمام؟ 50 ولا 100. كرامتك ترجع. احنا مش قليلين. ايوه كرامتك تمنها 1,000,000 جنيه؟ ما ملهاش تمن. معنى هي الفكره هقول لحضرتك على حاجه يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه. في فرق ما بين التعويض، تمام؟ التعويض تمام؟ وفي فرق ما بين تمن الكرامه. التعويض ده لما يكون حد مثلا بوظ لي وشي فيديني مثلا فلوس عشان اروح اعمل عمليه اصلح وشي، لكن لما حد يقول لي يا كذا او يديني بالقلم على وشي حلو ده ملوش ثمن.